السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. لهم جنات تجري لهم جنات
الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش 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 إن بطش ربك 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 إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. 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 إن بطش ربك لشديد. ربی کا باقی جو زیر اس کو باریک کرے. اونچی آواز سے کی پیش دونوں کو واضح کریں. اور ویعید یہاں پر عین کی ہی آواز آنی چاہیے. پھر سے پڑھیں انہو یبدی او ویعید انہو ہوا یبدی او ویعید. ویعید یا کی پیش کو واضح کریں. ویعید یو یو نہیں یو یعید پڑھیں. هو
وهو الغفور وهو الغفور الودود 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 إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ إِنَّ بَطْشَ بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد عرش الشين كان تجي زيرة سكور باريك ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد المجيد
قلقلہ کا خیال رکھیں آخری دال پر. جی ان بطش بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما فعال لما فعال لما فعال لما فعال لما يريد فع ع فع ع فع فع عاني دون عين هي فع ع فع ع فعال فعال لام کی پیش کو اور واضح کریں فعال فعال لما يريد 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 لام کی پیش پیش کو واضح کریں پیش کو واضح کریں فعال لما يريد 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 فعال
بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك هل أتاك هل أتاك حديث ال هل أتاك حديث الجنود 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 فرعون وثمود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود جنود حديث الجنود حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود هذا حديث الجنود فرعون وثمود
بل الذين كفروا بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط.
اونچی آواز سے. بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. دار پر قلقلہ کرے صحیح سے. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ.
بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. 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 ضاب قلقلانی کریں گے پھر سے. بل ہوا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بل ہوا بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن بطش
الحمدللہ سورۃ البروج مکمل ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا. کیا دیا تھا؟ مطففین اور الانشقاق کا. کیا دیا تھا؟ یاد کر لیں اچھی طرح سے. کب تک؟ آج تک، منڈے تک. یاد ہے سب کو؟ نہیں یاد؟ چلیں دوبارہ سے یاد کرا دیا. اب سورۃ البروج بھی ایڈ ہوگی ہے انشاءاللہ اس ویک میں، کل یا پرسوں. سب سے میں سنوں گی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ باری باری کھڑا کر کے اپنی جگہ پہ ہی، لیکن کہیں سے بھی ان تین صورتوں میں سے آپ سے سنا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہونا چاہیے نا ایسے. دل میرا چاہ رہا تھا کہ آج کر لوں، مگر میں نے سوچا کہ چلیں آج صورت مکمل کر لیتے ہیں، پھر ہم صورت بروج بھی تین صورتیں ہو جائیں گی ایک ساتھ. تو جنہوں نے نہیں ریوائز کیا ابھی بھی، ان کے پاس آج کا دن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کل کا دن بھی ہو، ہو سکتا ہو، لیکن آج کا دن ہے انشاءاللہ. کوشش کریں کہ ان تین صورتوں کو اور اچھی طرح سے ریوائز کر لیں، یاد کر لیں، زیادہ سے زیادہ نماز میں پڑھ لیں، سن لیں، خود بیٹھ کے یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.